مع تفاقم أزمات المرور والزحام الشديد الذي تشهده بعض العواصم والمدن العالمية ومن بينها القاهرة، باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول ناجحة لمواجهة هذه المشكلة. فمنذ نهاية سبعينيات القرن الماضي مرورا بالثمانينيات وصولا للوقت الحالي، برزت أزمة المرور في مصر خاصة في القاهرة الكبرى نتيجة لتزايد ظاهرة النزوح من الريف والأقاليم إلى المدن، وبالتالي ظهرت العشوائيات والمناطق السكنية والطرق غير المخططة. وبالرغم من محاولة الحكومات المتتالية لوضع حلول لها منذ ثلاثة عقود متمثلة في إنشاء العديد من الطرق والكباري وإنشاء خطوط مترو الأنفاق، إلا أن المشكلة لم تحل، لأن العاصمة نفسها لا تزال في تضخم مستمر، إضافة إلى أن الأزمة تفاقمت نتيجة زيادة التسهيلات والقروض والاستثمارات التي يتم توجيهها لشراء المركبات والسيارات الخاصة. كما أن هناك غياب للتخطيط العمراني الشامل في مصر فضلا عن التكدس في حيز ضيق. صحيح أن هناك العديد من مشروعات الطرق، إلا أن الطرق المصرية صنفت ضمن الأقل كفاءة والأكثر خطورة وفوضوية، فيما تتراوح تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من الطرق ما بين 3 إلى 4 ملايين جنيه، وتحتاج الصيانات السنوية 7 مليارات جنيه على مدى 10 سنوات. ومن هنا بدأ المواطنون يشعرون بمشكلة في المرور، وهي مشكلة مشتركة ما بين الجهات المختصة بالمرور من جهة، وسلوك المواطنين وعدم التزامهم من جهة أخرى. فمن ناحية الجانب الحكومي تتمثل في انخفاض مستوى خدمة النقل الجماعي وعدم وجوده في كثير من المناطق وفي توقيتات منتظمة ومتقاربة، مما دفع الأفراد إلى استخدام سياراتهم الخاصة، ووجود نقص في شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة لاستيعاب الكم الضخم من السيارات التي تؤدي إلى اختناقات الطرق وازدحام الشوارع. وأصبحنا نرى آلاف السيارات مركونة في الطرق دون مأوى لعدم وجود جراجات. كل هذا أدى إلى بطء حركة وانسيابية المواصلات وانخفاض سرعة السيارات مع طول فترة الانتظار في الطرق وإشارات المرور. ومن جانب المواطنين، انتشرت في الشوارع المصرية في غالبية المحافظات منذ فترة ليست ببعيدة ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية. لذا كان لزاما على الدولة سن التشريعات والقوانين وتطبيقها بعدالة وشفافية مطلقة. لذا كان لزاما على الدولة سن التشريعات والقوانين وتطبيقها بعدالة وشفافية مطلقة ودون أي استثناءات لأي فئة من فئات المجتمع، وأن يعمل الجميع على ضرورة احترام الطريق وعودة آداب التعامل معه، وهو ما يتطلب توافر التعليم والتدريب والمعلومات المرورية إضافة إلى التوعية. مرة تانية برحب بيكم، أهلا وسهلا بيكم كل اللي شايفنا دلوقتي. زي ما قلت لكم قبل الفاصل مشاهدينا الكرام، احنا هنتكلم عن يعني عملية التفريغ السمكي وتنمية البحيرات المصرية. عندنا الحقيقة المفروض ان احنا نكون دولة غنية قوي بهذا الانتاج، الانتاج السمكي. عندنا مسطحات مائية كتيرة، عندنا بحرين، عندنا انهار، عندنا اماكن كتيرة قوي ممكن ان احنا نتوقع منها انها تكون من الامدادات السمكية لكل المواطنين، وأيضا كمان يتم تصديرها للخارج. لكن في هذا المجال في شغل، في حاجات، في أمور بتتم، في عمليات من التطوير للمفارخ القديمة وتحديثها، وأيضا كمان زيادة إنشاء أيضا كمان أماكن مختلفة. إن شاء الله مشاهدينا الكرام ده هيكون محور كلامنا وحوارنا دلوقتي مع ضيفنا المهندس يحيى زكريا مدير المفرخ السمكي بالعباسة التابع لوزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. عذرا أنا كنت بحسب إنها بالعباسية، طلع إن هي العباسة بالعباسة، بالعباسة محافظة الشرقية، بمحافظه الشرقيه. تمام. طب ده هيكون ان شاء الله عندنا معلومات كتير قوي عن يعني هذا المفرخ السمكي واليات تطويره. بس بعد ما نشوف التقرير، ايه راي حضرتك نشوف الاول التقرير وبعد ما نشوفه نبدا بقى نتكلم عن حاجات كتير قوي متعلقه بهذا الامر. مشاهدينا الكرام انتظرونا وهنشوف مع بعض التقرير ده ونرجع لكم مره اخرى.